نهما يحذر من خطورة استمرار الصراع في أوكرانيا. شالنبرغ يتهم روسيا باللعب بالنار في ترانسنستريا. وزير الخارجية يدعو إلى عدم التصعيد بين إسرائيل وتنظيم حزب الله. المحكمة الأوروبية تغيير الدين لا يعد إساءة لطلب اللجوء. البرلمان يقر قانون توسيع عمل أطباء الأسرة والصيدليات. ومستشفى أقها فيينا يحصل على التصنيف 25 عالمياً. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعرب المستشار النمساوي كارل نيهما عن قلقه من دوامة تصعيد في الحرب الأوكرانية وحث على اليقظة لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الغرب بحاجة إلى حلول جديدة وإشراك دول بريكس في العملية. وأكد نيهما أن الصين والهند يجب أن تشارك في الحوار على قدم المساواة، ورأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مأزق حيث لم يحقق أهدافه، وأشار إلى أهمية توسيع الناتو وزيادة الإنفاق الدفاعي، مشيرا إلى غياب إجماع غربي في القمة الخاصة بأوكرانيا في باريس وأن المسألة الآن في يد بوتين. اتهم وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلعب لعبة خطيرة في ترانسنستريا، وهي منطقة انفصالية عن مولدوفا. ووصف شالنبرغ الأخبار بأنها مثيرة للقلق للغاية، حيث كانت ترانسنستريا قد طلبت الحماية من روسيا، معتبرا ذلك سيناريو سيء للغاية، مشيرا إلى خلفيات الخطوة منها الاستفتاء المقرر في مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانتهاء عقد الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وأحذر من تصعيد الوضع مؤكدا دعمه للحكومة الموالية لأوروبا في مولدوفا، داعيا إلى التزام الهدوء. حث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إسرائيل وتنظيم حزب الله الإرهابي على عدم تصعيد الصراع على الحدود في لبنان. وكان شالنبرغ قد وصل إلى لبنان والتقى بنظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب في بيروت، حيث عبر شالنبرغ عن أمله في وقف القتال في غزة مع بداية شهر رمضان، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل في المنطقة دون تفاقمها، فيما دعا أبو حبيب إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية على غرار الاتفاق السابق بوساطة أمريكية. قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز رفض طلب اللجوء تلقائيا بسبب تغيير ديانة الطالب بعد مغادرة بلده وادعائه الاضطهاد بسبب ذلك. يأتي الحكم بعد قضية رجل إيراني تقدم بطلب للحصول على الحماية في النمسا، حيث اعتنق الرجل المسيحية بدلا من الشيعية وخشي من اضطهاده في إيران، وأكدت المحكمة على ضرورة تقييم كل حالة على حدة ومنح اللجوء إذا استوفيت الشروط، وأشارت المحكمة إلى أنها لا تصدر حكما في قضية محددة ولكن توضح تفسيرات قانون الاتحاد الأوروبي، مما يترك القرار للمحكمة الإدارية العليا النمساوية. وافق البرلمان النمساوي على قانون يعزز دور أطباء الأسرة ويحسن الخدمات الصحية عند الأطباء والصيدليات، وذلك من العام 2026. ويشمل القانون تدريبا جديدا لأطباء الأسرة لجعل المهنة أكثر جاذبية وتوسيع ساعات عمل الصيدليات وإجراء اختبارات صحية بسيطة فيها، وتضمنت الحزمة أيضا إضافة أمراض جديدة إلى قائمة الأمراض المهنية والسماح بغياب الأطباء في العيادات الخارجية. وأكد وزير الصحة يوهانس راوخ على أهمية التغييرات المقررة. حقق مستشفى جامعة فيينا أقها إنجازا مهما بتصنيفه في المركز 25 في أفضل 250 مستشفى في العالم حسب مجلة نيوزويك الأمريكية ومزود البيانات ستاتيستا. وشملت القائمة تقييم 2400 مستشفى من 30 دولة، حيث جاء مشفى روتشستر الأمريكية في المركز الأول، ويوفر مستشفى جامعة فيينا خدمات متميزة ويعتبر رائدا في الرعاية الصحية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية، حيث يتم استقبال 60,000 مريضا سنويا، ونتج ذلك عن استبيانات المرضى ومؤشرات الجودة الطبية الخاصة بكل بلد مثل جودة العلاج وسلامة المرضى. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.